é sua. Qudusun anta ya Allah, Qudusun Qudus. Al ardu kullu amtalat min majdika ya Qudus. Qudusun anta ya Allah, Qudusun Qudus. Al ardu kullu amtalat min majdika ya Qudus. Qudus, Qudus, Qudusun anta. قدوس أنت يا الله، قدوس 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 أنت يا الله. السماوات تحدث والأرض أيضا يخبر، والفلك يسبح إلهنا القدوس. المحيطات وما فيها والمخلوقات تجاريها، والمسكونات تغنيها. قدوس 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 أنت يا الله، قدوس 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 أنت يا الله. اهدوا للرب المعبود سبحان بالتف وبالعود، يا طيور بألحانك جودي، غردي واهتفي قدوس. أسمع أصوات الأطفال والرضع تصبح بالعالي، نساء تنبئ لرجالي، هيا نهتف قدوس. قدوس 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 أنت يا ليتني ألف لسان كي أدعو القاصي والداني، وأشدو بكل الألحان قدوس قدوس. يا كل الأمم رنموا، يا شعوب الأرض قدموا له المجد وكرموا. حمد الله القدوس قدوس معانا قدوس. الله يجعل صباحكم جميعا. يا رب نشكرك يا رب على النعمة اللي أعطينا إياها يا رب، إنه نرفع لك صلاتنا يا رب من أعماق قلوبنا يا رب، يا رب بنعمة الروح القدس اللي حاطه بقلبنا يا رب بفكرنا يا رب. نرفع لك كل المجد لاسمك يا رب، نرفع لك كل الشكر لنعمة الحياة المليئة بالطمأنينة والسلام يا رب، والفرح يا رب، وتسديد الاحتياجات يا رب. هالعالم المضطرب كل يوم، مش كل يوم، كل ساعة في خبرية، والعالم قايمه ضاجة مثل ما انت قلت انه باخر الايام رح بتكون الامم ضاجة كلها سوا بحروبات وزلازل واوبئة يا رب. هلا عم نعيش كلهم هودي، وخاصة انه بس كمان صار انفجار بيروت اللي هو ثالث انفجار بالعالم يعد، ويا رب انت حطيت قدرة، وهيدي يعني من طيبة قلبك ومن محبتك لشعبك يا رب، حتى تقدر ما يروح كتير ناس يعني يا رب. وانا نحن واثقين يا رب انه الناس اللي ماتوا يا رب بهالانفجار هيدي اكيد اخذتهم على السماء لعندك يا رب،
لأنك أنت حنون ومحب يا رب، وبهيك انفجار ثالث انفجار بالعالم، يعني من أول ما تاريخ الأرض لهلا اثنين صاروا انفجارين، هيروشيما وناجازاكي، وثالث انفجار هو بيروت. بالرعب اللي صار يلي بيشوف مدينة بيروت نصها مدمرة راح 200 قتيل. يا رب هيدي قدرتك وهيدي محبتك لشعبك يا رب، نحن بنشكرك عليها، وبالعكس يا رب بنشوف هيدي قدرتك وهي عجيبة من عندك. نشكرك على كل شيء يا رب دايما، يلي بنشوف مجدك بحياتنا وبنشوف نعمتك وحنان قلبك يا رب وحنيتك دايما بهالايام الصعبة يا رب. لك كل المجد. اليوم بنتأمل بشغلة هيك، عم منروح بالعمق بكلمة الرب وبتأملاتنا فيها. الرب يسوع المسيح قال شغلتين تعرفون كلكم وحلوين، بقى اليوم بنتأمل فيهم وشوفوا ليش قالهم. قال لتلاميذه تعرفون الحق والحق يحرركم. هيدي قالها كتير كتير لتلاميذه تعرفون الحق والحق يحرركم. وكمان بمطرح تاني، يعني هو كان يقعد معهم لتلاميذهم والرسل، واكيد في نقاشات، شو هلا رح نشوف شو النقاشات اللي بتكون موجوده، وبيقول لهم ايات سماويه، بيقول لهم مش ارضيه، لان احنا بنفكر بطريقه ارضيه، لا الرب هو تفكيره كله سماوي. يعني بمطرح تاني بيقول لهم ان حرركم الابن فبالحقيقه انتم احرارا. ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون أحرارا. يعني تقريبا شبيهة بهديك بس غير آية هيدي. طيب شو هي هيدي؟ هيدي بس كانوا يقعدوا التلاميذ والرسل مع ربنا، كانوا يحكوا عن شؤونهم اليومية، عن السجون تبعهم، عن همومهم. يعني مثل كأنه نحن هلأ إذا بيجي هلأ الرب يسوع المسيح له كل المجد وبيقعد هلأ بيناتنا، بيجي بينزل هلأ ببيروت وبيقعد بيناتنا، وبيقعدوا تنقول اختار ناس وقعد يحكوا معه. شو بدهم يسألوا؟ شو بدهم يحكوا معه؟ انه يا رب شو رأيك ليك هالأوضاع الصعبة هون بلبنان؟ ليك يا رب هيدا حزب الله كيف مسلح، وليك الفاسدين، ليك الاشياء. يعني دايما بنشكي له همومنا، لأن نزل ربنا يسوع المسيح بيناتنا وعم نشكي له همومنا. بقى نفس الشيء هن بهديك الأيام نحن حكينا عن الفريسيين. الفريسيين هن فريق سياسي من علماء الشريعة. هذيك الأيام ما كان في علم إلا علم كلمة الرب، يعني ما كان واحد يروح يعمل عند اليهود، يعني يروح يتعلم تنقول طب أو شيء، لا، لأن كان الطب مثلا كان بالإسكندرية، علم هذا الفلك بالإسكندرية، والطب اليونان، ويعني والفلسفه بأتنا، يعني الفلسفه مثل افلاطون وارسطو هيك شيء. بقى هودي بقى عند اليهود كان علم الشريعه، يعني علم كتاب الله، يعني العهد القديم. بقى الفريسيين كانوا كتير شعب كتير مضطرب كتير كتير سياسيا، وكل تفكيره صار سياسي، لأن كانوا تحت الحكم الروماني وما بدهم الحكم الروماني. ليه؟ لأن أول مرة شعب اليهودي بينحكم من غير شعوب، أول مرة طول عمرهم يا يصير في حرب، يا هني يخسروا يا يخسروا غيرهم، أوكي، ويتاخدوا على السبي، يعني مثلا مثل أشور وبابل يجوا يعملوا حرب ضد مملكة إسرائيل أو مملكة يهوذا، وإذا ربحون يخلصوا الحرب ياخدوا ذهب من عندهم، كل الذهب اللي موجود عندهم، وياخدوا خيرة شبابهم ويفلوا، ما يضلوا موجودين، ما يصير في احتلال. أول مرة بحياة اليهود بيصير في احتلال. نبذ عن الفريسيين ناس اسمهم الغيورين. هيدي حركة من الفريسيين نفسها، شباب الفريسيين، كان انه ضد الرومان، يعملوا عمليات، يجيبوا سكاكين وخناجر ويعملوا عمليات قتل جنود الرومان، لان بدهم يتحرروا من الرومان. وبلشت هيدي بالجليل عند واحد رئيسهم كان اسمه يهوذا الجليلي. هيدا يهوذا
جمع شباب كتار، يعني ايام المسيح كانوا تقريبا بال5000 6000 واحد. يعني هودي المعلومات كلها من جايبي من التقليد اليهودي، لان احنا قلنا الفريسيين كان عندهم الكتبة والعلماء الشريعة بيكتبوا تاريخ الشعب يلي مش مذكور بالعهد القديم، يعني هيدا دائما تقليد يهودي. هيدي المعلومات مأخوذة من التقليد اليهودي. بقى كان في فئة من الفريسيين اسمها الغيورين، يعني غيورين على كلمة الرب وعلى شعب الرب، انه ممنوع حدا يحتل ارضهم ويحتل الهيكل كمان، ارض الهيكل لان ارض مقدسة، ممنوع يعني يجي واحد غريب من الامم يقعد يحتل. هيدي هي بقى كان في هالحركة كتير قوية، وهيدي الحركة يلي وقتها حاصروها الرومان سنة 70 ميلاديين ودمروا الهيكل. هيدي الحركة كانت كل العالم بتأيدها، ولوقا قد منه دقيق ذكرها بإنجيله بمطرحين، ب 6:15 حكي عن حركة الغيورين وقال إنه في 2 من تلاميذ الرب كانوا منتمين لهيدي الحركة. ارجعوا ل 6:15، كان في واحد اسمه سمعان غير سمعان بطرس، كان في واحد اسمه سمعان الغيور، يعني الغيور تابع للغيورين، تابع لهيدي الحركة يعني. وكان في يهوذا الاسخريوطي اللي سلمه، كلمة اسخريوطي يعني مقاوم، يعني كان في بتعرفوا كان كيف اليوم بيقولوا مثلا واحد هيدي الكنية تبعه، يهوذا الاسخريوطي هيدي الكنية تبعه، يعني النيك نيم تبعه، يعني تابع لابن للمقاومة، المقاومة ضد الرومان اكيد. كان في هودي 2، وكان في سمعان بطرس بأيد تقريبا حركة الغيورين، بس مش علينا، مستحي من الرب، لأن نحن بحضور الرب وبمحضر الرب المقدس، نحن مش لازم نكون متحزبين. هيدي على مر الأجيال، لأن الآب السماوي والرب يسوع المسيح كان دايما يحذروا إنه الشعوب تقاتل بعضها، لأن ربنا بحبنا وما بحب ولا واحد يروح رخيص لا عند الوثنيين يقتلوا أطفالهم أو اليهود يقتلوا أطفالهم، ولا الحروب العبسية اللي بسميها حروب عبسية. أنتم بتلاحظوا بتشوفوا من أول ما بلش التاريخ لهلا ولتاريخ اليوم، أي اليوم الحروبات، أردوغان بده يحارب روسيا، بده يحارب أمريكا، الإيرانية بده يحاربوا إسرائيل، الفلسطيني بده يحاربوا إسرائيل، الحزب الله بده يدمر إسرائيل. هي حروب عبثية انه ما بتوصل لنتيجة، طول عمر البشر قاعدين يقتلوا بعضهم بدون نتيجة، وهيدا الشر، لان داخل الشر باعمائهم، مثل ما عمل هتلر حرب روح 50 مليون بني ادم باوروبا ودمر اوروبا. يعني هيدي الرب ما بيقبلهم، هودي حروب عبثية. من هيك بقلنا ما نتحزب لحدا الا بس نحط كلمة الرب بقلوبنا. هلا بما انه وقت كانوا يقعدوا معه يقولوا له طب يا رب، طب امتى بقى نتحرر من الرومان وكيف بقى نتحرر من الرومان، كان ساعتها يقول لهم هذا الكلام: ان حرركم الابن، يعني الرب يسوع، ليك شو حنون وليك شو محب وليك شو هالكلام السماوي، ان حرركم الابن، يعني نحن عطول فكروا معي انه الخطيه هي اول عبوديه، والخطيه بتجر الحروبات العبسيه. يعني مثلا الخطيه هلا اليوم حزب الله اكبر خاطئ بلبنان مع كل الاحزاب، يعني مش مثل ما بيقولوا ثوره كلهم، يعني كلهم كل الاحزاب خاطئين، الطيار، القوات، هيدا حزب الله، نبيه بري، لان كل واحد بيتحزب بيعمل احزاب غير التحزب لربنا، غير محبه الرب، كله هيدا ارواح شريره، والارواح الشريره بتوصل للخطيه. شو كان الرب يقول؟ ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونوا احرارا، يعني ما بس الا الخطيه تحرروا منها، وبس تحرروا منها بتتحرروا من روما، بتتحرروا من كل شيء. بس اكيد كان صح بيقدروا يفهموا هالكلام، لان كان كل هم مهمهم يقولوا يا رب امتى بدنا نتحرر من روما. وكمان سمعان يعني بطرس كان كتير بحب هاد الشيء، لان كمان يعني بحديث تاني قال لهم هيدا شو اسمه الحق يحرركم، نسيت قلتها بالاول شيء وهلا نسيتها، راحت عن بالي ان شو ايه نسيتها، يعني الحق يحرركم، يعني ما فيش الا الحق، ان دعوتم الحق فالحق يحرركم. لا غلط، بعد غلط، مش مهم. بقى هودي كان دايما بده
انه تحرر من الخطيه، والخطيه كل هي اساس الشر. الناس ما بتكره بعضها الا بالخطيه، بتطلع ارواح شريره ومن هيك كمان بموعظه على الجبل قال لهم حبوا اعدائكم. يعني ما في كلمه الرب قالها الا في لها مغزى، لان كل كلمات الرب سماويه وبتدعي للسلام، بتدعي للفرح، بتدعي للمحبه بقى. وكان صعب نحن كشعوب، وبعدنا حتى هلا بعدنا ما بتاع. اليوم البطرك عامل وعظه وقايم مهيج العالم، ما له حق، لان نحن بدنا نكون ماشيين بسبيل المسيح بالمحبه بالسلام. يعني هيدا اللي كان صعب على الانسان يقدر يفهم رساله ربنا يسوع المسيح. هلا كمان لوقا باعمال الرسل بيذكر مقطع كتير كبير عن الغيورين، كيف حاولوا يغتالوا الرسول بولس. جمعوا بعضهم 40 مقاتل وطلبهم من رئيس الكهنة أنه يطلبوا للرسول بولس، كان قاعد بأورشليم، يطلبوا للرسول بولس لحتى يروح على المجلس السنهدرين، ما بعرف شو اسمه، المجلس الفريسيين يعني. وقرروا، عرف بالخبرية هيدي لوقا حكيها وأنا عم بخبركم إياها، عرف بالخبرية ابن اخته للرسول بولس، راح لعنده خبره، قال له روح عند قائد المئة وخبره لحتى يحميني. بقى راح عند قائد المئة ابن اخته للرسول بولس، هيدي لوقا ب 23/12، لوقا الاعمال الرسل 23/12 روى. راح ابن اخته للرسول بولس قال له في الغيورين بدهم يقتلوا خالي الرسول بولس، بقى حموه وحميوه وخلصوه من العملية هذه. كان في 40 مقاتل أخذوا على عهد على حاله أنه بيضلوا صايمين بدون أكل وشرب إلا ما يقتلوا الرسول بولس. بس عرف فيها لأن هني من الجماعة الفريسيين، يعني هو ابن أخته الرسول بولس كان بعده على علاقة مع الفريسيين. آخر شيء رجع آمن بالمسيح، بس كان يمكن بعد عنده علاقة مع الفريسيين، عرف فيها. بقى هودي كلهم هلا صرتوا تعرفوا، إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونوا أحرارا، أوكي، وإن عرفتم الحق فالحق يحرركم، أو أنتم تعرفون الحق والحق يحرركم. يعني هود اثنين كان النقاش اللي مبني بين التلاميذ والرسل مع ربنا يسوع المسيح، امتى بدنا نتحرر من روما؟ الرب يجاوبون بطرق سماويه انه خلي الخطيه تحرركم قبل هيدا، وبس تحرركم من الخطيه انتم بتحرروا من كل شيء على الارض، من كل الحروب العبثيه وكل التفكير العبثي وكل الاعداء تبعكم. يعني بنشكرك يا رب على هالنعمه، بنشكرك هيك وضحت لنا اياها، هيك حلوين بمصادرهم طبعا كمان من الكتاب المقدس. يا رب نشكرك ولك كل المجد يا رب. نحن وفرحانين كل شخص سلم قلبه للرب، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. تأكد انك انت اليوم انكتب اسمك بسفر الحياة. تعوا مع بعضنا نوقف بفرح بكل شخص رجع لعند الرب. وانت اذا رجعت اليوم لعند الرب قول للعالم انا دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبع. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان، مر المير اللي بتعطيها عمر ما ترنوي العطشان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان، مر المير اللي بتعطيها عمر ما ترنوي العطشان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي
رح اقبلها لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. لا فلوسك ولا ولا ذهبك ولا ولا حدك نوز الدنيا كمان. مش رح اقبلها لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. مهما تحاول تلغيني او من مجدك تعطيني قلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم. انا بالالهي شبعان مرة المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشة. مهما تتزيد بعيوني بتبقى عريان. وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان. مهما تتزيد بعيوني بتبقى عريان. وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان. والعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان. انا قلبي غتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بي من الاكوان. والعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان. انا قلبي غتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بي من الاكوان. Shut up.